بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. من ذكريات الجزائر الجميلة، حينما كنت في المؤتمر وفي الجلسة الافتتاحية في قصر المؤتمرات، وكنت جالسا على يمين المنصة، أقبل رجل عليه نور وعليه سيم الصالحين، ونظر إلي وهو يبتسم هذه الابتسامة العريضة التي طالما رأيتها في الأولياء والصالحين، ابتسامة غريبة عجيبة، الواحد منهم كأنه يتعالى على هذه الدنيا الفانية ويبتسم لها، حيث لا تستطيع هذه الدنيا أن تغره. قد رأيت هذه الابتسامة في وجوه كثير من الصالحين، ابتسامة غريبة وعجيبة، فلا هو ضحك ولا هو حزن، إنما هو ابتسامة اعتبار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر التبسم وإن كان متواصل الأحزان. رأيت هذا الرجل الصالح وهو يشير إلي بيده، وكأنه يفعل هكذا، يعني يشير إلي، يعني أنت تقاتل، يعني تحمل السيف. فهمت عليه الإشارة وسعيت إلى التعرف عليه، فعلمته من أصحاب النبي، من أصحاب من أولاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السادة الأدارسة، وجدهم إدريس الكبير من أحفاد سيدنا الحسن، قد وفد إلى بلاد المغرب والتف الناس حوله، واستفاد خلق كثير منه ومن أولاده من هذه الأسرة المباركة التي لها فضل، وأخذ الناس منهم العلم والإيمان والتقوى. ثم عرفت بغيتي، وقد قلت وأقول ودائما أقول، إنما الغنيمة الكبرى من هذه المؤتمرات هي اللقاء بالكبار من الصالحين والأولياء والعلماء، فأنا لست مقتنعا بكثير مما يجري في هذه المؤتمرات، وكثير من هذه المؤتمرات التي تجري وتنعقد في بلاد المسلمين وغيرها، كثير منها يعني لا يقدم ولا يؤخر، وما هو إلا حبر على ورق. ولكن أحيانا إذا وجد واحد من العلماء والصالحين فإن القضايا تختلف. وفي كل مؤتمر حضرته وفي كل سفرة سافرتها في ملتقى من الملتقيات، الله سبحانه وتعالى يكرمني بشيء من ذلك. حاول صاحبنا أن يخفي عني شيئا مما هو ظاهر على الوجه، فإذا ما أسر العبد سريرة ألبسه الله رداءها. صحبته وتشرفت في بخدمته في عدة أسفار في ذلك اللقاء، ففتح لي قلبه وحدثني عن أشياء كثيرة، وعرفت سيرته، وعرفت بعض اللطائف، واستفدت منه بعض الفوائد. وقلت له إنما أنا صياد، قد كنت أمتهن الصيد سابقا، وأنا صغير كنت أصيد في البر والبحر، والصياد يعرف كيف يقتنص، وصيدي في هذا المقام هو الكبار، أستفيد منهم. حينما قلت ذلك الكلام ابتسم لي، ثم بعد ذلك أحسست أنني قد أسأت الأدب، كيف أجعله مصيدا وأكون صائدا؟ فهذا فيه نوع من عدم الاحترام. فقلت له أبيات المتنبي: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. فضحك وابتسم، وعدلت ذلك الموقف. صحبة الصالحين،
صحبة الأولياء، كما يقول سيدي أبو مدين: واستغنم الوقت واحضر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر. المحروم من حرم رجال عصره، ومن وفق لصحبتهم فقد امتثل الأمر الإلهي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالذي يكون مع الصادقين يكون قد حصل خيرا عظيما، وهم كما قال أيضا سيدي أبو مدين: يبقى المكان على آثارهم عطرا. هم كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منترة. تستفيد من صحبة الصالحين الدعاء، تستفيد منهم الفوائد، تستفيد منهم الذكر الحسن. وقد وفقت مع هذا الرجل الصالح أن نتعاهد معه عهدا لعله ينفعنا يوم القيامة. قلت له: تعالى نتعاهد أن الناجي منا يأخذ بيد صاحبه يوم القيامة. فتعاهدنا على ذلك وأخذنا الفاتحة. قال الفاتحة على هذا: الصالحون أولياء الله سبحانه وتعالى، عملة نادرة، عملة صعبة، هم الزاد الوحيد الذي يبقى معك يوم القيامة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة: الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وافترق عليه. الاجتماع على حب الله، والافتراق على حب الله. ليس بينهم مصالح، ليس لهم، ليس بينهم دنيا، ليس بينهم كما قال في الحديث يقول: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هل هناك نعم تحاول أن تغذيها من أجل المصالح الدنيوية؟ هذا لا يوجد. فيا أخي السامع وكل من يستمع إلي في هذا، ما حيينا ولو بعد وفاتنا، علينا أن نسعى لصحبة الصالحين. واقرأوا قصيدة سيدي أبو مدين: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخل حظك مهما قدموك وراء. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. هذا من الأشياء التي تقصد لها الأسفار، كما جاء عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. صحبة الماجد هذه من الأشياء التي تشد إليها الرحال. وقد رحل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس، ورحل أهل الحديث، وقد كان علماء الحديث يرحلون، والذي لا يرحل يعدونها مثلبة في حقه، إلا من استثني من هذه القاعدة، استثني قليل جدا من العلماء لم يرحلوا، إنما رحل الناس إليهم. فالرحلة في طلب العلم، والرحلة في البحث عن الصالحين. كان المغاربة بالذات كان الواحد منهم يسير ربما عدة آلاف من الكيلومترات. الشيخ أبو الحسن الشاذلي سافر من غمارة في بلاد المغرب إلى العراق بحثا عن الصالحين والأولياء الذين يرتقي بهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الرحلة استفاد منها فوائد كثيرة جدا، ثم علم بعد ذلك أن الذي يطلبه كان خلفه، فالتقى بسيدي عبد السلام بن مشيش. عبد السلام بن مشيش هذا كان له مريد واحد، هو أبو الحسن الشاذلي. وأبو الحسن الشاذلي ملأ الدنيا علما وفضلا وخيرا، استفاد منه الخاصة والعامة. فعليك يا أخي أن تسعى للقاء الصالحين،
فإذا ما لقيتهم وتعرفت عليهم فإنك ستدرك ذلك ويعم نفعه عليك في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.